draw the shear and moment diagrams for the beam. عندنا بيم عليه تريانجلر لود، اقدر اجيب الرياكشن الاول، اخد المومنت هنا اقول نص في 6 في 12 في تلتين المسافة 4، ده بالسالب، وسالب 6 في 9 زائد البي واي في 6 يساوي صفر، اجيب البي واي 33، ومن سيجما الاف واي اي واي مع البي واي ناقص نص في 6 في 12 ناقص 6 يساوي صفر، اجيب الاي واي كالمعتاد. اذا ارسم الشير ابدأ زي مسائل كتير خدناها قبل كده، اطلع الشير اللي عند الاي واي الاي اللي هو اي واي 6، انزل الشوية دول هو نص في 6 في 6 36، 9 ناقص 36 دي ماينس 27، طبعا شكله كيرف ليه؟ لان ده خط. بعدين اصعد 33 اللي هي الرياكشن عند البي واي بقى 6، امشي افقي انزل. الامور لغايه دلوقتي سهله، الصعوبه بتبدا من هنا، فين النقطه دي؟ ما اقدرش اقول 9 على 12 لان ده مش كونستانت، امال اقول ايه؟ اخد جزء من المثلث واقول ارتفاعه والقاعده بتاعته، لو القاعده بتاعته اكس بقى ارتفاعه كام؟ 12. بصوا كده معايا، 12 على 6 يساوي الدبليو على 12 على 6 الدبليو على اكس، يبقى الدبليو ارتفاعها بتساوي 2 اكس، الحته دي 2 اكس وده اكس، يبقى المساحه دي كام؟ نص اكس في 2 اكس. ممكن اقول كده، هحل بكذا حل، اقول سيجما الاف واي يساوي صفر للسكشن اللي انا رسمه، فاقول اي واي ماينس نص اكس في 2 اكس، ده لفوق وده لتحت، زائد الشير اهو، الشير يسار يبقى لتحت، لو رسمنا جهة اليسار يبقى عندنا شير لتحت ومتداخل على المقطع، او ناقص في يساوي صفر، يبقى الفي بيساوي الاي واي اللي هي قيمتها 9 ناقص نص راح مع نص اكس تربيع. مفيش مومنت هنا، يبقى كامل عادي، اقول المومنت بيساوي 9 اكس ناقص اكس تكعيب على 3، ومن الاتنين دول ارسم الشير والمومنت. دي طريقة، وهقول طريقة تانية بعد شوية بس هخلص اول الرسم. الشير انا من غير ما ارسم الرسم كنت ممكن ارسمه من المعادلة دي، اقول 9 عند الاكس بصفر 9، طيب وفين يساوي صفر؟ 9 ناقص اكس تربيع يساوي صفر، يبقى الاكس بتساوي 3، طبعا ناقص 3 مش هتنفع، يبقى 9 تساوي اكس تربيع، يبقى الاكس تساوي بلس اور ماينس 3، ناخد البلس 3، يبقى المسافة اكس دي طلعت بكام؟ طلعت ب 3، يبقى انا جبتها من المعادلة، يبقى الحتة دي 3. طيب عند اخر البيم اللي هو 6 او 9 ناقص 36 يديني ماينس 27، يبقى هرسم بارابولا اللي هي المعادلة من الدرجة الثانية. يبقى ممكن كنت رسمت من ده، وممكن كنت رسمت من الاريا، انا رسمت الشير من الاريات، لسه هوريكم ازاي ارسم المومنت من الاريات اللي قدامنا، الارياز اللي قدامنا. طيب بعدين المومنت هرسمه الاول المعادلة وبعدين نرسمه باستخدام الارياز. المومنت بيساوي 9 اكس، مفيش كونستانت، لما كملت ما حطيتش كونستانت لان المومنت هنا بصفر، 9 اكس يبقى المومنت هنا بصفر، عند التلاتة اللي هو عند الشير بيساوي صفر اقصى ما يمكن، اقصى بوزيتيف مومنت، قول 9 في 3 27، 27 على 3 فيها 9 بقى 18 اهي، هنا زيرو يبقى المماس هنا بصفر، يبقى ادي المومنت نفس الشيء هنا هينزل سالب، بس احسبه الاول، 9 في 6 ب 54، 54 ناقص 6 تكعيب تقسيم 3 طلع ماينس 18، يبقى الحته دي كده بس بالماينس، واروح راسم كده برضو هنا مماس بصفر، ان زيرو بصفر، الشير بصفر، يبقى لازم هنا الاسلوب بصفر ناقص 18. طب وبعد خلاص انا رسمت المعادله دي كانت للجزء ده، طب من هنا لهنا الاريا 6 في 3 ب 18 وده كونستانت، يبقى دي خط وقفلنا الدياجرام بتاعنا وظبط معانا من المعادلات، يبقى دي طريقه رسم المعادلات. واحد يقول لا لا انا عايز بس من الاريات وما احسبش معادلات خالص، نقول له ما فيش مشكله، بعد ما ترسم المثلث ده تقول كده فين الزيرو شير؟ هتقول الزيرو شير
الطريقة التانية فور، هتقولي ان الشير بيساوي امتى يبقى صفر؟ والله لما الشوية دول التسعة يقتلهم اللود، اللود نص القاعدة في الارتفاع، نقول يساوي صفر. اذا الاكس بتساوي تلاتة زي ما حسب. بتيجي عند تعرفت المسافة دي تلاتة، اجيب الاريا دي لازم تطلع لي 18. طب الاريا دي بتساوي ايه؟ تعال نقول كده الاريا دي اكثر من مثلث، يبقى تلتين القاعدة اللي حسبناها في الارتفاع اللي هو تسعة. لاحظ كده التلاتة راحت مع التلاتة، اتنين في تسعة ب18، ادي ال18 اهي. طيب وال18 تيجي ازاي؟ اللي من هنا دي خدها من الناحية التانية، دي 6 في 3 ب18 موجبة، طالما بترسم من اليمين يبقى سالبة، لو بترسم من اليسار تاخد اريا تحطها، من اليمين تاخد العكس، فال18 صارت هنا وتوصل خط ان ده كونستنت، يبقى ده لينير. يبقى عندي بلس هنا ماينس 18، هنا بلس 18، كمل الكيرف عادي لان هنا صفر ويبقى المماس هنا بصفر، يبقى انا خدت جزء من اليسار وجزء من اليمين ورسمت البارابولا، طبعا نفس ناتج المعادله.